رسمي إمضاء الاتفاق بين نقابة التعليم الأساسي ووزارة التربية بعد ماراثون من المفاوضات. ونقابة التعليم الأساسي تأكد أنه اليوم عودة الدراسة باش تكون بصفة عادية في كافة الأقسام. رف ماجر الأعداد للأخبار هذه. تحبوا للنقابة، تحبوا للوزارة، تحبوا للوقت الضايع، تحبوا لأنها انفرجت الأزمة، لكم الحرية. خمسة سونيا، نخلي العشرة بعد مع محمود. يلا سونيا، علاش خمسة؟ خمسة على خاطر كنا نجم نتجنبوا تقريبا ثلاثة شهر التلامذة ما يقراوش، كنا نجم نلقاو الحل هذا من الأول. كنا قلنا من الأول راهو المعلمين النواب كفاء، ماذا حاوه يزي فيه البركة، ما تنجمش تطلب منهم تضحيات أكبر من أنهم ضيعوا سنوات من عمرهم في عايشين على مستوى العمل متاعهم. هذه الهشاشة. قلنا أنه علاش ما المانع في أنك ما تنتدبش، يجيوا صرحوهم قولونا راهو صندوق النقد الدولي، قولوا شنو تحبوا، أما المسألة ماهيش مسألة فلوس، بما أنك مكنتهم من نفس الامتيازات ومن نفس الأجور والمسار المهني. ولهذا وقت أنت تعرف روحك في الأخر باش توصل، علاش مش من الأول؟ علاش مش من الأول؟ إذا كان قادر علاش مش من الأول؟ إذا كانك المساج اللي اليوم قاعدين نعديو فيه، لو كان ما تقربش وما تشد الصحيح، لو كان ما تطلع ما لو كان ما تصعدش، لو كان ما تضربش، واذا كان ما تعتصمش راك ما تاخذش حقك. دونك هذا المساج اللي عديته الحكومه اليوم مع الاسف. محمود، 10 الحمد لله والشكر لله والحمد لله اللي اولادنا باش يرجعوا يقراوا. ميو فوتاه كو جامي. كنا نجم وراو نعملوا سنه بيضاء بالنسبه لدرقاديش من 1000 تلميذ اليوم. دونك رجعنا وصلنا لاتفاق واخر الاتفاق، ولكن ماهوش مهم، ميسالش، لقينا حل. وهذه راه واسمع، على مر هالعشر سنوات تونس تمر بازمات وتتعدى بازمات، ولكن وقت اللي تقعد العباد على الطاوله تلقى حل. دونك اليوم مازالت نقطه وحيده هي مطالبه نقابه التعليم الاساسي من الوزاره انه تسحب القضايا ضد المعلمين اللي ترفعوا اكاهو. الباقي الكل فما توافقات مبدئيه. وعلاش وصلنا البارح العنف وغاز وقت اللي لو نوم ماهيش عاده، ماهيش وزاره التعليم اللي متقدمه. لا، وزاره التعليم متقدمه بعض بعض المعلمين. ان شاء الله ما يتمش الانتقام من القيادات نتاع الاحتجاج. ان هذا هو اللي نخاف منه، انه نختاروا الوجوه البارزه ندفعوهم الفاتوره. حراك قدام معناها فما قيادات فيه، ان شاء الله ما ندفعوهمش الثمن. رفيق، المهم كما قلنا انه وصلنا لاتفاق. الاتفاق راضين عليه الاطراف الكل، الهيئه القطاعيه البارح اللي اجتمعت في الحمامات نتاع النقابه الاساسيه وافقت على ما معناتها الواحد. دونك الايجابي في هذا الكل انه على الاقل بعد قداش من شهر لقينا حل، وهذا هو الايجابي. اليوم خلينا نبنيو عليه ونبداو من جديد، وان شاء الله رفيق ان شاء الله اون راتراب بالنسبه لك الصغار هذوك، لانه راهو ثلاثه شهور راهو ماهوش ساهل انك تو راتراب البروغرام، خاطر ما تنساش راهو صغير باش يبدا يقرا عام الجاي والبروغرام تاعو مش كامل مقارنه بزميله اللي هو قرا بروغرام كامل، باش يلقى صعوبات وممكن فما ما عدم تكافؤ الفرص بالنسبه للتلامذه. حيثيات الاتفاق للناس اللي تحب تعرف محمود، باش يصير الانتداب بالنسبه للمعلمين حتى لسنه 2021. بالنسبه لسنه 2022 مازال في اطار التفاوض، وان شاء الله كيما حطت النقابه في البيان بتاعها انه نسرعوا بالتفاوض من اجل تسويه الانتداب بالنسبه للمعلمين المتخرجين في سنه 2022. ينجم يكون تخلى على الخط فاكتور سوني، هو اللي خلى الوزاره تمشي في القرار، حتى ما نتصورش احنا نقولوا علاش الوقت هذا وعلاش الخساره نتاع الوقت. ما نتصورش ان الوزاره كانت مستمتعه بحاله الفوضى اللي سايره في البلاد والولاد اللي ما يقراوش والمعلمين المحتجين. اي ما نتصورش انه كانت تعنتا من الوزاره. شو نجم يكون الفاكتور اللي تخلى على الخط اللي خلى الوزاره تنجم رئيس الجمهورية تدخل في اخر وقت انه تحل المشكل، معناتها ما فماش، لانه اليوم ثلاثه شهور التالي النقابه متمسكه والوزاره. زاد كلام نور الدين تبو ب 48 ساعة ولا 72 ساعة التالي، قال باش نتدخلوا الأزمة يلزمها وتدخل مع رئيس الجمهورية وتحلت. هذا اللي دعينا له من الأول، قعدوا الكبارات فضوا المشكل، معناها أكثر رسانة من الرئيس، أكثر رسانة من نور الدين التبوبي، خلي أولادنا يدخلوا يقراوا. تعودوا عليهم ساكتين، خطر في السنوات الأخيرة الكل هاكا يحتاجوا المعلمين النواب هاكا شوية، أما أنهم يقاطعوا
كاريمون انهم يضربوا كاريمون اول مره يعملوها ويشدوا صحيح، وقال لك مانيش راجعين رغم التهديدات رغم لي اس ام اس اللي جاهم انهم اعتبروهم معناها شوف انت متخلين. ثلاثه ايام التالي نبعثوا لهم اس ام اس نعتبروهم متخلين عن العمل ومشيق على التخلي على خدماتهم، بعد 72 ساعه تقريبا نحلوا المشكله. من القلب مبروك للمعلمين النواب لانهم يستحقوا، لانه ماهوش لك الاضراب اللي يخليك تنقم عليهم ولا يقول تعطل في البلاد ولا لا، عايشين في وضعيه هشه سنوات وسنوات، حالات نفسيه مدمره نتاع الناس هذوما، يفاليك الدوله تتدخل، واخيرا صار الانتداب هذايا، واخيرا الناس اللي تعبت واستنت سنوات وشهر يتضحك وشهر تتسبع ثمانية شهر خدمة وبعد ستة شهر وبعد عشر بعد عام يعني بعد تتحتم وتعدي حياتك كل عام كامل تتسلف جيك التفتوفة راه ساعات خمسة ملايين تخلص بها ديونك وتعاود عام آخر جحيم الانتظار وجحيم أنك تتسلف من عند العباد. مبروك للمعلمين، مبروك للمعلمين النواب الحمد لله، وشال أولادنا ينجموا توا يداركوا، ما الوزير قال نجموا نداركوا قادرين نداركوا، والمعلمين قالوا نداركوا يا خويا وريونا اليوم الصغيرات هذاكم كيفاش باش تعملوا لهم باش ما يخرجوش ناس قارين عام و10 شهور وناس قارين 6 شهور في الموسم الدراسي هذا نمشي